من أجل استفتاء يضمن للمجتمع المدني الحق في المواطنة وإدماج الكفاءات في التسيير من الشباب الواعد انطلاقا من مبدأ الديمقراطية التشاركية، هو جانب مما أكد عليه رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الجمعوي طاهر قارون من ولاية عين تيموشنت. من الواجب إلق نمشيو للاستفتاء بقوة ليوم الأحد أو نوفمبر 2020 اللي راح يبني بها وراح يخلق مناسبة لبروز الكفاءات بما فيها الشبان والشابات الجزائريين في إشراكهم في تسيير الجزائر الجديدة من خلال مؤسسات الدولة الجزائرية. أنا حتى كون الشعب الجزائري إلا كنكونوا كرجل واحد كامرأة واحدة نديروا اليد في اليد نترافعوا على جميع الحسابات التحزبية الضيقة، واحد نترافعوا على جميع المواقف السياسية وبما فيها مواقف سياسوية، إلا نترافعوا ثانيا على الحسابات الضيقة. وأضاف رئيس المنظمة أن المحطة القادمة هي ثمرة تضحية قامت بها المؤسسة العسكرية، وها هو الدور يقع على عاتق الشباب للتقيد بالتزاماتهم المدنية نحو بناء الجزائر الجديدة.